الشموع الحمراء، داوود راتب باشا. صالة راتب دي في النادي مش جايه من فراغ. اسمه يعني نسمع بس التقرير عشان الناس تستمتع بيه معانا. نشوف هذا التقرير عن داوود راتب باشا. داوود راتب بيك اسم له بصمات واضحة في تاريخ الرياضة المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة. داوود راتب المولود في عام 1887 يعتبر واحدا من أعظم وأبرز الشخصيات التي خدمت النادي الأهلي طوال تاريخه. بدأ مشواره الطويل في النادي الأهلي كعضو باللجنة التنفيذية للنادي عامي 1922 و1923، ثم سكرتيرا عاما للنادي من عام 1924، ويعد صاحب أطول مدة لسكرتير عام للنادي. وفي عام 1923 تقدمت أسرة راتب، الأخوان داوود وأبو بكر راتب، برغبتهما في بناء صالة كبرى وغرفة لخلع الملابس على نفقتهما في ذلك الوقت، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ400 جنيه، وسميت بصالة راتب، وما زالت أثارها باقية حتى اليوم. وكانت الصالة صالونا للاجتماعات واللقاءات الأسرية داخل النادي، وأقيمت بها حفلات الأسرة المالكة. ولخبراته الكبيرة في العمل بالنادي الأهلي وأعماله التي جعلت الأهلي يضاهي الأندية الأوروبية، ساهم داوود راتب في خدمة الرياضة المصرية في العمل بالعديد من الاتحادات المختلفة. البداية كانت مع اتحاد كرة القدم، حيث تولى منصب أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة القدم من عام 1928 وحتى عام 1944، كما عمل عضوا باللجنة الأولمبية المصرية من عام 1934 وحتى عام 1946، وأمين صندوق بعثة كأس مصر بإيطاليا عام 1934. كما كان داوود راتب بيك أحد المساهمين في تأسيس اتحاد الملاكمة في عام 1923، وتم اختياره وكيلا للاتحاد. واشترك النادي الأهلي في مباريات درع راتب ببعض أعضائه، كذلك اشترك في بعض البطولات السنوية. وكان النادي الأهلي يقيم حفلا للملاكمة على درع داوود راتب بيك، وكان ذلك محط اهتمام وسائل الإعلام المختلفة وقتها، وذلك تأكيدا على دور الأهلي الريادي الذي كان يقدمه لصالح الرياضة المصرية منذ تأسيسه. كما حمل على عاتقه مع أبناء النادي الأهلي المخلصين تأسيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، كما انتخب رئيسا لمنطقة القاهرة لكرة القدم، كما تولى رئاسة الاتحاد المصري لتنس الطاولة في عام 1932، وكان وقتها سكرتيرا للنادي الأهلي. وفي عام 1944 وافته المنية، ليسدل الستار على تاريخ رجل عظيم قدم الكثير للنادي الأهلي وللرياضة في مصر. الفقرة دي أنا بسميها فقرة التسجيلات، اللي أتمنى الناس تسجلها، لأنها بتحكي تاريخ النادي الأهلي وجزء من تاريخ مصر من خلال الناس تشوف نمط الحياة كان ماشي إزاي. لكن لما تشوف أستاذ إبراهيم كل سير هؤلاء الرجال العظام منذ إنشاء النادي الأهلي في الفترة الأولانية بالتحديد، تجدهم كلهم كانوا كشاكيل سواء في الرياضة أو في الإدارة. حتى تجد مر بالاداره التنفيذيه، المكتب التنفيذي، وبعدين سكرتاره النادي، وبعدين ساهموا في انشاء اتحادات زي اتحاد الكوره، وبعدين في اللجنه الاولمبيه، وبعدين يسافروا مع البعثات في الخارج. تاريخ طويل جدا. ولكن انا اول مره اعرف لماذا سميت صاله راتب بهذا الاسم، تصورت انها تكريما لداوود باشا، لكن لا تبرعوا بيها، لان اخواته تبرعوا بيها ودفعوا تكلفه باهظه جدا، كان مبلغ مرعب 400 جنيه. لما تعرفوا ان ميزانيه النادي الاهلي كانت 5000 جنيه، كان شركه مساهمه ب 5000، جمعوا 3500 جنيه من الشراكات، و1500 جنيه من طلعت حرب سلفه من طلعت حرب، ف يعني من بنك مصر.
يعني هكذا بني النادي الاهلي من خلال عقليات متفرغه ومقتنعه باهميه الرياضه، مقتنعه بنبل الاداره، مقتنعه بمكانتهم دي، وكل واحد فيهم كان ثري العطاء.